كلها وبرده الموضوع كان صعب جدا كتير ان انت بتلعب فريق كبير فريق محترم فريق له تاريخ على ملعبه الديربي انت معروف انك محتاج كلام كتير جدا وده اللي انا قلته للعيبه الديربي انت مختلفه بالنسبه للجماهير ولكن الحمد لله وبفضل الشكر لله مغلوبين من المسير ونرجع للمباراه دي حاجه كويسه ومش اول مره الحمد لله صعب جدا في البطوله الوطنيه ان انت تبقى كسبان 2-0 وترجع للمباراه ده يرجع لفضل التعبير اللي قدره طول المباراه بامانه الا باستثناء اول 10 دقائق 2-0 اخطاء ساذجه جدا من المدافعين ولكن بشكرهم لان في لعيبه كثيره جدا النهارده غايبه بالنسبه لي لعيبه اساسيه ولعيبه مؤثره غير من اللعيبه لعبت الفترة اللي فاتت زي بليز باركي لعبة كتير انا مش عايز انسى حد عمر تحلوش يعني لعبة مؤثرة ولكن الحمد لله بشكر اللعيبة بشكر الجمهور على المساندة وده اللي انا بطلبه من الجمهور برضه عندك فرقة محترمة كويسة عامل لنا نظام والتزام داخل وخارج الملعب وانا قلت اللعيب اللي هيقاتل هشيله على دماغي من فوق والحمد لله النهارده اللعيبه كانت رجاله وقاتلت وقدرنا نرجع في مباراه صعبه جدا 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 بنتيجه نقطه فانا اشوف ان هي تبقى مغلوب والتعادل نقطه ايجابيه بالنسبه لنا الحمد لله والشكر لله على هذه النقطه. سي طارق كان عندكم اجتماع مع الرئيس ديال الفريق في مده فريطه واش حققتوا او واش حقق المكتب داكشي اللي كنتوا كطلبوا لان كان عندكم مطالب لوجيستيكيه وشي حاجه من هذا. لا بص خلينا نقول يعني النقطه دي انا 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 يعني المكتب بصراحه يعني على قد الامكانيات بيقدروا ان هم يوفروا لنا كل شيء ولكن بكل امانه بكل امانه احنا امكانياتنا يعني انا صعبه جدا يعني وانا عذر الناس يعني مع الوقت ان شاء الله المهم الفرقه تقعد في الدوري لازم الفرقه تثبت نفسها في الدوري فاحنا بنحاول على قد امكانياتنا يعني في حاجات بنطلبها ما بنقدرش ان احنا والمكتب واللاعبين ما نقدرش ان احنا بسبب الامكانيات نقدر نتعداها فبنحاول ان احنا ربنا يكرمنا على اساس كمان حتى اللعيبه اللي موجوده عندنا جايبين لعيبه شبهنا يعني بنختار اللعيب اولا اخلاقيا ثانيا فنيا يكون شبه واتزون شبه البلد يعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الفتره الجايه فتره صعبه جدا الدور الثاني بيبقى دايما في كل الدوريات صعب جدا 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 لازم يبقى في استعداد بشكل كبير جدا عندك اللعيبه اللي لما تيجي تلعب كل 3 4 ايام يبقى عندك اللعيب البديل وده الحمد لله انا كل اللعيبه بامانه الله 24 لعيب لعبوا معايا ودي ما تلاقيهاش كتيره في في في, في البطوله ال 24 يكونوا لعبوا ما تلاقيهاش كتير الحمد لله كلهم انا عندي كلهم اساسيين النهارده زي ما قلت لك جايب ناس كتيره جدا واللعيبه بشكرها ان هي نزلت بشكر الجمهور الجمهور بصراحه بتاع واتزون لازم الجمهور بتاع واتزون اشوفه زي الموسم الماضي الموسم الماضي الكل كان متلف حول فيه النهارده انا شفتهم كده ماتش الجيش شفتهم كده المباريات اللي بيكون الجمهور حاضر وحاضر بقوه بيشجع اللاعبين كره القدم 90 دقيقه المباراه في ثانيه ممكن يجي في الجون في الدقيقه 90 وممكن تكسب ده وارد ولكن انا بشكر الجمهور على حضوره النهارده تشجيع اللعيبه بصراحه من اول دقيقه لاخر دقيقه وهم مغلوبين 2-0 الجمهور كان بيشجعهم وهم خارجين لان هو شايف ان هم قدوا شويه ولكن الحمد لله الشوط الثاني انا اشوف ان احنا مع التغييرات الحمد لله كان فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. سلطان مصطفى في المنطقه هذا على مستوى التقريب البشريه الان تعاقدتم مع عدد من اللاعبين حارس العيادي ايضا محمد حمدان ثم اللاعب عبد القاضي فهل سنعين اضافات اخرى خلال الاسبوع المقبل لماذا؟ لانك اليس الامر غير تقريبا عناصر بدون سواها تعتمد على مجموعه المباريات مثل العياء الاصابه حاله اكيد انا اتفقت مع المكتب وصراحه بشكرهم وكمان لسه فاضل اثنين لعيبه او الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا محتاج راس حربه افريقي وانا اتكلمت مع المكتب ومحتاج لعيب تحت راس الحربه ان شاء الله يكونوا موجودين الفتره الجايه احنا بنختار اللعيب زي ما قلت من شويه اللعيب اللي يتناسب مع امكانياتنا وفكرنا لان كل مدرب وكل منظومه ليها فكر فالحمد لله انا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله في المستوى احنا تعاقدنا بالفعل مع 3 لعيبه وزي ما قلت من شويه احنا بنفكر بندور الاول على اللعيب الاخلاقيا وبعدين فنيا لان الاخلاق مهمه جدا في كره القدم دلوقتي خاصه في العرب اللعيب بيبقى محتاج التركيز بيبقى بره الملعب وجوه الملعب عشان يقدر ان هو يقوم بشكل كبير جدا. شكرا. اولا كل مره المباراه مهمه تحصل على النتيجه ونعتبر الجماهير لانه فرحات لما سجلنا جوج الاهداف وطلعوا في انتصار معنا في فتحنا للاسف ما كناش نحافظوا على الانتصار هذا اللي تحول تعادل كان يمكن الشوط الثاني تحول لهزيمه. السيناريو ديال الشوط الاول
كان نوعا ما متكافئ، ولكن قدرنا انه نسجلوا بالفرص اللي جاونا جوج الاهداف، كان بامكان لها كيسجل الهدف الثالث في الشوط الاول، ما قدرناش استقبلنا هدف، ولو انه ملي درسنا فريق سيروازم شفنا انه تيعتمد بعد التسديد القوي من الخارج، وهذا اللي عطاهم ثلاثه ديال الفرص في الشوط الاول، لما تيرد حمزه معتمد ورجع للمهاجم ديالو قدروا يسجلوا لنا هدف، وخا شفناها وخا شفناها. الشوط الثاني يمكن التغييرات ديال طارق مصطفى كانت جيدة، لأنه ملي دخل خلدوني والرحولي وبالبودالي فعطاو دم جديد، تنقول أنه الشوط الثاني التغييرات اللي عطات فيه الوقت ديالها، للأسف قطع الغيار اللي كان ممكن تعطيني إضافة نوعية ما كانش عندي، هي نجيب المعتني وإسماعيل الحراش اللي كان ممكن يعطوني عمق هجومي اللي كان ممكن ينفعوني في المرتدات، ولكن للأسف ما كانوش، هذا اللي خلى حتى التغييرات ديالنا ما رجعتناش في المباراه، لانه الشوط الثاني فريق سريع وزن ضغط، لانه كان منهزم حاول باش يسجل ثق في راسه اكثر استحوذ على الكره، كنظن انه الشوط الثاني ما كناش في المستوى عكس الشوط الاول، تبقى النتيجه سلبيه بالنسبه لنا لانه كنا تنطمعوا للانتصار، فتنبغي نعتذر للجماهير ديالنا على النتيجه في المستوى ديال الشوط الثاني. سي امين بن هاشم 14 نقطه من 14 مباراه، الفريق الان يبدو انه بالنسبه لي انا لا يتحسن اي شيء بالنسبه للفريق ولا يخرج، لماذا؟ هناك مشاكل بيجوا على مستوى الدفاع، دائما جوج اهداف هدف واحد، لكن الفريق يبدو متقدم، رجعت المقابل يقول لك الاسم، هذا المقابل ديال الفريق الفتح الرياضي، هذا الفريق الوداد عن هذا ضربه الجزاء اليوم، انتصار كان في الجيب من صحه التعبير، لكن الفريق اهدر، ما هي القصيده في الخريطه لكي يسترجع عافيته؟ كنا هضرنا على خط الدفاع، حنا تنبحثوا على قطاع غيار، لانه فين هما اللعابه راه ما لقيناش، قلبنا تنقلبوا دابا ومازال تنشوفوا عندنا دي جوج اللي مازال تنشوفوهم، كاين مشكل في اللعب، النوعيه ديال اللاعب اللي غادي تختار، دونك حنا مازال خدامين تنقلبوا، كاين اغراض دفاعيه تخلينا دائما تنسجلوا، لانه دائما تنقول ما عندناش مشكل الهجوم، الهجوم تنسجلوا، حنا ماركينا اليوم جوج، ولكن تعادلنا، لو الهجوم ديالنا ضعيف غنهزموا كاع المباريات، لانه ما تسجلش غادي تستقبل، فيمكن باستثناء مباراه وحده اللي ما استقبلناش فيها هدف هي المباراه ديال طنجة، جينا المباراه اللي استقبلنا. مازال تنخدموا في خط ديال الدفاع، مازال تنقلبوا بعض المرات حتى تنقول لقيت طريقه باش غادي نلعبوا من بعد التبليسه ديال اللعاب، بحال دابا اليوم كون كان عندي الهاشمي فكنت غادي نستعمل قلعي كيف استعملته في مباريات اخرى وسط ميدان، كان غادي يعطيني نوعا ما امان اكثر، لكن للاسف غياب ديال الهاشمي خلاني نعتمد مره اخرى على قلعي مدافع ايمن، المره الاخرى اعتمدت على قلعي مدافع ايسر في غياب ديال العمريوي، حتى هاد التغييرات كثيره اللي تتكون مفروضه تتخلي انه خط الدفاع ما غاديش يتحسن، ما غاديش يعطيك داكشي اللي بغيتي، ولكن حنا مازالين خدامين، مازالين تنبحثوا، يمكن هاد الاسبوع هذا غيكون مدافع اخر اللي غادي يعاوننا شويه يخلينا نبقاو نستقبلوا، لانه لما ما غنستقبلوش راه غادي نفوز. سي امين بن هاشم، تفضل. سي امين بن هاشم تلاحظ بان الاصابه الاولى كانت بسبب خطا ديال الحارس، ولاحظت بان في الجو ديال سي بن هاشم يعني وسط الميدان الملاحظ هو ان كاين تمريرات خاطئه بالجمله، لاحظت بان كاين هناك عياء، كاين ملاحظ ان الجانب الفيزيولوجي ما عندكمش، يعني ما رد هذه الهزيمه، لان في الاول كنتو داخلين امبريسيون على اللاعب وكنتو داخلين مزيان في الماتش وجبتو في الاصابه، ولكن بدا كاين تراجع، يعني لا اعتمدتو على المركب المرتدات ولكن ما عطاتش المتوقع، اذا انا تنشوف الجانب الفيزيولوجي كان حاضر هنا في هذه المقابله وربما وصلوا للهزيمه، ما رايك؟ بالنسبه للهزيمه هو فريق سيدي هو تزمر كامل فرض عندنا نرجعوا له، لما ترجع له خاصها تتبعد على المرمى ديال الخصم باش توصل لها خصك مسافه طويله، هذا اللي خلانا تعذبنا باش نوصلوا للمرمى ديال الخصم. حشادي عيا، حشادي لانه كان مسافر مع المنتخب الاولمبي، رجع البارح لعب اليوم، ما عنديش خيارات اخرى، لو كان اسماعيل الحراش كان ممكن نقسم لهم لو طون جو بيناتهم، ولكن كان عندي مهاجم هو خالد، فهو اللي تحط العيا ما بقيناش قادرين نوصلوا، انا تنوصلوا عند خالد باش يخليه عنده ونوصلوا، فالوقت اللي خدم الحشادي عيا ما قدرناش انه نوصلوا، ما قدرش انه يخلي الكره عنده، هذا اللي خلى انه سريع ورزم بقى عندنا، قدرت عليها ما قدرناش نشوفوش. الضغط ديال فريق سريع ورزم على فريق اولمبيك خويبا كذلك، في الدقيقه 86 كنشوف ان اولمبيك خويبا فقد لي روبير، كونديسيون فيزيك هبطات، اللاعب كلشي ولا تخي فيل، يعني انرجيتيكمون يعني كيبان لك ان كونديسيون فيزيك اولمبيك خويبا حاليا تخي 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 فيل. لا ما تنظنش انه تخي فيبل، لانه الوقت ديالو لا تعرف فين واصل،
وشفنا كاع المباريات كيفاش كملوا حتى الدقيقه الاخيره تتبقى لا فيبلس مونطال. هنا اللي خلى انه اللاعب ينزل يدين وعلم ماشي العيامين. لو كنا حنا اللي كنا خاسرين ورجعنا في النتيجه كنت غادي تشوف نفس اخر، لانه هنا تتولي الانرجي بوزيتيف عند اللاعب تولي ضاغط اكثر بحال كيوقع الفريق سريع واتزم العكس اللي وقع لنا حنا الوقت اللي تستقبل هدف ثاني وتشوف الخصم واخد الكره فهنا يمكن تنزل يديك. مي باش نهضروا على في هذا الوقت هذا جرينا 14 مباراه ونقولوا انه الجانب البدني فيه مشكل نو ما متفقش. سمعناش بالنسبه في ديال الغياب الانتدابات فهي وصفه من هاشم من اجل خلق التوازن ولا بيكون في سلم الترتيب ديال البطوله. نتمنى تكون انتدابات ضروري ضروري خاصها تكون انتدابات. الساعه يعني لا تفصل لا الا ايام قليله على وي بقى واحد ضروري ضروري كيستري الافارقه التدريبي مع الفريق واش فعلا تاخذوا شي حاجه مازال ما قررناش لانه تنتسناو اللي حسن الى لقيت ما حسن غادي ناخذ لانه مازال تنقلبوا عندنا لاعبين اللي غادي يوصلوا اليوم بالليل غادي يوصلوا غدا مازال تنشوفوا لانه ما بغيناش هذه الترفيه حساسه تاخذ لاعب اللي ما غاتستافدش منه في هذا الخمس شهور ديال الكره خصنا ناخذ وقتنا باش نختاروا. مي ضروري خصها تكون انتدابات ضروري لانه خط الهجوم عندي ما عنديش خيارات كثيره خط الدفاع ما عنديش خيارات كثيره الان اليوم كان عندي عمريوي وقلعي لو تصاب شي واحد اخر ما كانش عندي اللي غادي يستعمل به دونك كانت شويه الظرفيه صعيبه اللي ضروري خصها تكون انتدابات خصوصا المهاجم والمدافع. سيدنا هاشم بن الحسين ما شافوا في اختصاص ديالك ولكن عندك مقام من الفعل ولا في كوري باسي سيات المباريات الوديه تقريبا كاع الاسابيع كنسمعوا نهار ايه يوميا ولا في كوري كدير مباراه وديه واش هادشي ما عندوش كذلك تاثير سلبي على الجانب البدني هذه وحده والجانب والسؤال الثاني اللي غادي نمشي له هو الجانب النفسي ديال اللاعبين ملي كتجيو الاسبوع كامل كتوجه واحد الخطاب كنهضر على الجانب النفسي ديال اللاعب ونهايه الاسبوع ملي كتوجه داكشي اللي بغيتو واش ما كتتفقوش معايا على ان نفسيا ما بقاش واحد التجاوب بين الكلوب واللعابه يعني ما كتشوفوش واش خاص شي خطاب جديد للجانب النفسي ملي كتخدم معايا وكتجي نهار الاسبوع ما كنديرش داكشي اللي وصلتي ليا وكتجيب نفس الخطاب نهار الاثنين الاسبوع الاول والثاني والثالث وما كتكونش النتيجه حكمتي عليه نفس الخطاب عرفتي بلي كاين نفس الخطاب محاولة الفهم راه شفنا بلي دائما كاين تغيير في الخطاب لانه كل ظرفيه خاصها خطاب ديالها في الشيء الان بهذه النتيجه هذه خاص خطاب علاش ما وضحنا لك عليه الخطاب الجانب النفسي ماشي قلت لك انت كتهضر لا 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 دائما كاين خطاب محفز للاعب دائما تنحاول انه نغير الطريقه ديال التحفيز كل مره تنحاول نلقى جانب باش نحفز اللاعبين للعطاء اكثر لتحقيق النتائج. بالنسبه للمباريات فالاسبوع الماضي كانت في اربعه ديال المباريات ماشي كاع اللاعبين لعبوا واللاعبين اللي شاركوا اليوم هما اللي خداو اقل عدد من الدقائق فكانت بالنسبه للاعبين اللي ما تيلعبوش اللاعبين اللي ما شاركوش اللاعبين اللي جاو تجربوا هما اللي خداو ذاك لو طون جو كثير مي هاد اللاعبين اللي لعبوا اليوم ما خداوش يمكن لعبوا مباراه واحده صافي فمتقطعه على حسب على 20 دقيقه على 30 دقيقه على 30 دونك تقسم لهم ذاك الوقت ديال اللعب ما بالعكس هاد اللي لعبوا ما كانش سي امين دابا جوج اللي موقعين كوميا وزيد شكرا.